تخيلوا معايا لو لقينا مصاب في الشارع أو في البيت، شكله مغمى عليه أو فاقد الوعي وإحنا عاوزين ننقذه، نعمل إيه؟ الخمس حاجات اللي قلنا عليها لازم نهتم بيها دايما. ناخد بالنا من الخطر اللي حوالينا، يعني لو في الشارع وشايفين حد كده لازم أتأكد الأول إنه مفيش عربيات جاية على أساس قبل ما أجري أنقذه. تاني حاجة أعرف هو في إيه مشكلته. فأول حاجة لازم أعرفها لما ألاقي المصاب نايم على بطنه، إن أنا أعرف هو بيتنفس ولا لأ، وعنده النبض ولا لأ. الحاجات دي بنقول عليها العلامات الحيوية، يعني إيه؟ علامات إنه عايش. فلازم أعرف هو بيتنفس ولا لأ، وعنده نبض ولا لأ. أعمل كده إزاي؟ لو أنا شايف العيان نايم على بطنه كده ومديني ظهره، أنا مش هعرف يعني أميز إذا كان بيتنفس أو لأ، فأنا لازم أقلبه على ظهره بحيث يبقى بطنه موريني بطنه ووشه علشان أعرف أقيس الحاجات دي. هنعمل كده إزاي؟ لما المصاب يكون نايم بالطريقة دي، هدور على الناحية اللي أقدر أقلبه فيها، فأحسن إن أنا أقلبه على الناحية اللي هو هيلف على ظهر راسه. فأنا قررت إن أنا أقلب جبريل على ظهر راسه من هنا، يعني كده ناحيتي. نعمل إيه؟ هنعمل ثلاث خطوات مهمة. أول حاجة نرفع الدراع اللي هنلف العيان على ناحيته، يقول أنا الناحية دي لفني عليها. فأنا العيان هيعمل إيه؟ بشويش كده تلف الدراع لحد فوق، يقول كأنه بيقول هي الناحية دي تلفني عليها، ويبقى مستقيم تماما. الحاجة التانية إنه دراعه التاني يبقى نازل لتحت على طول الجسم. خد بالك إنه ما تكسرلوش كتفه وانت بتحرك الحاجات دي، ما تخلعلوش كتفه بشويش. القدم اللي هتلف بالاتجاه بتاعنا هتشاور عليه، يعني القدم دي هتطلع على القدم دي وتشاور على الاتجاه اللي احنا هنلف عنده، وبعدين تروح انت ماسك المصاب من ايده وطرف بنطلونه وكتفه وتقوم لفه حواليك. دلوقتي انت شايف المصاب من الاجزاء اللي انت تقدر تكشف عليه بيها، اوكي؟ دلوقتي هتعمل ايه لما تيجي تقترب من المصاب وتحاول تعالجه؟ خليك في وضع ثابت، يعني مثلا اقعد في الارض زي ما انا قاعده كده، او اقعد على ركبك. خليك ثابت احسن على الركبتين علشان لو حد زقك من ورا ما تقعش على المصاب. وبعدين هتحاول تشوف اذا كان هو بيتنفس ولا لا. تعمل كده ازاي؟ حاجة انك تحط ايدك على بطن المصاب وتشوفها بترتفع وتهبط ولا لا، وتحاول تكلمه. ايوة انت كويس، انت اسمك ايه؟ بصوت عالي كده. انت كويس، حصل لك ايه؟ رد عليا اسمك ايه؟ يمكن يحرك عينيه شوية، تبقى معنى كده انه هو مغمى عليه، وتشوفه انه هو بيتنفس ولا لا. حاجة تانية انك ممكن تقرب من انفه وتحاول تسمع هو بيتنفس ولا لا، بس في مكان مزعج صوته والاصوات عالية مش هتسمع قوي. فاحسن حاجة تحاول تحط ايدك على بطنه كده وتشوفه بيتنفس ولا لا، ترتفع الايد وتهبط ولا لا. لو ما لقيتش تنفس، الحركة الجاية انك تحاول تشوف النبض. تشوف النبض ازاي؟ تيجي عند دراعه عند الإبهام، هيشاور لك على الناحية اللي تشوف منها النبض، وتحط بثلاث صوابع على إيدك من إيدك على العيان في ناحية الدراع من هنا، وتحاول تحس النبض. لو حسيت نبض يبقى هو مغمى عليه، يعني فاقد الوعي. كل اللي محتاجه إنه يفضل أفقي كده لحد ما يفوق. لاحظوا معايا راسه عاملة إزاي؟ راسه على جنب بحيث انه لو يعني ابتدى يتقيأ القيء ينزل على بره. طريقة احسن من كده انه ايه؟ هو ينام على جنبه. ازاي؟ بس يفضل افقي دايما، افقي بس نايم على جنبه. ازاي؟ هوريها لكم حالا. لو قررنا انه هو ينام افقي على جنبه،
في الوضع اللي بنقول عليه الوضع الجانبي الثابت، هنعمل الآتي. العيان دراعه هيكون مشاور على الجنب اللي هو ملفوف عليه أو نايم ناحيته، وكمان الدراع التاني برضو بيشاور عليه. أوكي؟ وبعدين هنحط القدم اللي رايحة ناحية الدوران ده برضو بتشاور تحت ركبة المريض أو المصاب. ويستحسن ان انا اكون على الناحية التانية دي، بس انا هعمله علشان الكاميرا. فهلف المريض، لو هو لابس نظارة خليه يقلعها من فضلكم، وهلف المريض كده بحيث ينزل على ايده ساند راسه كده، وتفضل انت قاعد مطمن انه لسه بيتنفس بايدك، وحاطط ايدك على راسه كده تطمنه لو هو خايف بس مش قادر يعبر. في نفس الوضع انت قاعد مستني الاسعاف، حد تاني اتصل وانت بتعمل كل الكلام ده. لو انت لوحدك اتصل قبل ما تبتدي تعمل كده، وبعدين حطه في الوضع ده وانتظر. احنا بنحطه في الوضع ده ليه؟ علشان لو تقيأ القيء ينزل على بره مش على قنواته التنفسية. تقعد كده منتظر لحد ما الاسعاف يجي. لو مش بيتنفس او